بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الدكتور على ما بذل على ما قدم في هذه المحاضرة. الدكتور عدنان القطان جزاه الله خيرا والمختص في التاريخ العراقي المعاصر اختار لنا في هذا اليوم موضوعا له صلة بما يجري في العراق. الأحداث التي سمعتموها منه عن معاهدة بورتسموث وكيف تصدى لها الشعب العراقي والمراحل التي مرت بها منذ نهاية العشرينات وحتى إقرارها في نهاية الأربعينات والضعوف والملابسات والسياسات المحيطة بها وأوضاع العراق والاحتلال البريطاني المتجدد والمستمر كلها تنطبق أمام الانطباق على واقعنا المعاصر. فالاحتلال ما زال موجودا كما كان الاحتلال البريطاني يدخل ويخرج، الاحتلال الامريكي ايضا يدخل ويخرج. التدخلات الاقليميه الكبيره كانت موجوده وهي موجوده الان، بل مع زياده في النفوذ الايراني في العراق يقرب من الاحتلال، بل هو احتلال ثاني من الاحتلال الامريكي. الامر الاخر ان هناك اتفاقيه امنيه، اتفاقيه بورتسموث، وهي شبيهة تمام الشبه بالاتفاقية الأمنية التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بلد فاقد السيادة تماما العراق والتي سميناها في وقتها باتفاقية الإدعام، ونفس الشروط تقريبا، وهي إتاحة الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية للتصرف بالأراضي والأجواء والمياه العراقية بما يحقق المصلحة التي تريدها وتقدرها هي في كل طارئ يطرأ على سياستها العامة أو سياستها في المنطقة تحت مبرر حماية النظام السياسي والعملية الديمقراطية والدستور. وكما سمعنا من كلام وزير الخارجية العراق الأسبق الجنود في مجلس النواب عن الديمقراطية المنافقة، وهي شبيهة تمام الشبه بالديمقراطية الكاذبة والمنافقة والمصطنعة والموغلة في دماء العراقيين الآن. ثم انتفاضة الشعب جميعا أيضا في المحاضرة تبين أن جميع فئات الشعب العراقي قد شاركت في هذه الانتفاضة، ولاحظوا حتى الأسماء تشابه الأسماء، انتفاضة تشرين ثم ثورة تشرين، القوى السياسية المعارضة، الأحزاب، الطلبة، العمال، العشائر، أبناء المدن، أبناء الريف، كل الفئات الدينية والمذهبية، الجميع شارك. والمطالب أيضا كانت واحدة وشبيهة بما يجري الآن، وهي يعني نستطيع مخالفة بطريقة أخرى نقول كأنه يستنسخون شباب الساحات التظاهر الآن يستنسخون ما نادى به الشعب العراقي، ولم يفعلوا ذلك. إنه هذه المطالب الحقيقية عندما يصل الشعب إلى عتبة الانهيار التام يطالب بتغيير النظام بالكامل، مو عمليات ترقيعية كما اسمها شباب الثورة. إذن تغيير النظام السياسي القائم بالكامل هكذا طالبوا 48 وهكذا هم يطالبون الآن، إقالة الحكومة، حل مجلس النواب، كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. طبعا كان هناك اختلاف أنه كان هناك لم يكن هناك ملك في ذلك الوقت، إنما كان هناك وصي، فكانت القضية مختلفة قليلة عما هو موجود الآن. الآن شباب الساحات يطالبون أيضا بإزالة هذا النظام السياسي ويركزون على رئيس الوزراء ومجلس النواب والدستور ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب جميعا والأحزاب، حل جميع الأحزاب. وقد يكون هذا المطلب زائفا، لماذا؟ لأن كانت أحزاب وطنية، لا توجد أحزاب وطنية في العراق، أقصد الأحزاب في العملية السياسية، لا توجد داخل العملية السياسية أحزاب يمكن أن ينطبق عليها الوصف الوطني حتى وإن كانوا يعتقدون في داخلهم أنهم قريبون إلى الوطنية. كل من ساهم في هذا المشروع السياسي بعد الاحتلال وإلى الآن وافق على مقدمات ومخرجات العملية السياسية وهو شريك فيها، وإن حاول الآن كما ترون من كثيرين أن ينوا بأنفسهم ويقفزوا من السفينة، ولكن هيات قضية واضحة ومكشوفة ومعروفة. ثم لاحظوا مقارنة أخرى مشابهة أخرى ذكرها الدكتور عرضا في كلمته، أن دماء العراقيين كانت تسيل بموازاة أنهارهم، موازاة دجلة والفرات كما يحدث اليوم، مياه في دجلة ومياه في الفرات،
ومعاركهم غالبا التحرريه كانت تجري على الجسور، ومنها جسر الشهداء، والان المعارك على الجسور، وكانهم يريدون من هذه الجسور ان تكون جسرا لهم الى الحريه، الى نصب الحريه، الى ساحه التحرير. فلاحظوا ان الامور كلها تصب في اتجاه واحد. سير الاحداث يدل ايضا التخبط، التهور، الاجرام كما رايتم البارحه. يعين ضابط كبير لقمع المتظاهرين في الناصريه فيحدث مجزره يقال ثانيه. طيب، الذي ذهب من اجل ضبط الامن والنظام كما يقولون يقوم بمجزره ويقال مباشره الم يكن يعرف ما يسمى برئيس وزراء المنطقه الخضراء بان هذا الرجل سيذهب لاراقه الدماء؟ طبعا هذا كله لدرجه ضمات في العيون، هو لقرار الاجهاز على الانتفاضه، ومن ثم قمع الثوره متخذ منذ اسابيع في غرفه العمليات المشتركه العراقيه او عفوا الحكوميه الايرانيه الروسيه وبمشاركه سوريه، وفي عالي المستوى الامني السوري وصل الى العراق منذ الاسبوع الثاني للانتفاضه. القرار كان هو الاجهاز عليها بطريقه اخرى بمحاوله قمعها في المحافظات الوسطى والجنوبيه وابقائها فقط في ساحه التحرير وتضييق نطاق ما امكن لمراعاه اللي يعني قضايا دوليه واقليميه واعلاميه، يتركون شهر شهرين ثلاثه الى ان تخبو جدوى هذه الثوره وتنتهي. ولذلك لاحظت بالمحاولات العديده لخنق المتظاهرين لساحه التحرير. قابلهم متظاهرون ساحه التحرير، بعضهم قد يقول لماذا يفرطون بارواحهم وبدمائهم ويوسعون مساحه الانتشار؟ منذ البدايه فهموا بان القصد هو خنقه، لذلك ايضا جابه القوات القمعيه باستراتيجيه وهي الانتشار والتوسع. سبحان الله، يحدث متغير ما في كل مرحله يفشل هذه المخططات. الى الان هناك حاله صراع، القرار موجود ولكن لا يتم تطبيقه. ما حدث في الناصريه الامس وما يحدث الى الان فيها وما يحدث في النجف وفي محافظات اخرى دليل على ان محاوله قمع الثوره بالقوه لن تنجح، بشرط أن ينتظر جميع الشعب العراقي. الإمرأة الثكلة المكلومة اليوم في الناصرية سمعتموها عندما ننخب نار الغربية بنار رمادي. طيب، هي محافظات كثيرة موجودة قريبة عن سكان المحافظات، أهل بغداد، محافظات أهل المحافظة نفسهم ما يقصرون، والحمد لله اليوم عشائر الناصرية يعني الغزي والبدور جزاهم الله خير ما قصروا. ولكن الرسالة فيها مغزى. المغزى هو أولاً أن العراقيين جميعاً لابد يقومون، ثانياً أن هناك ثقة تامة من كل العراقيين هذه امرأة مكلومة في ساعة يعني وصول، هي جاية تأخذ جثة ابنها، مع ذلك مارست أنه تلقى أهل العراق وتحديداً أهل الغربية والرمادي بشكل خاص. ليش؟ لأن هو قناعة يبدو في نفوس أهلنا في الجنوب بأن أهل الغربية قادرين على إحداث الفرق. فأنا أشوف أن هذه اللحظة التاريخية انتهت توجس، انتهى الخوف. وانا مسؤول عن هذا الكلام. قبل اسابيع البعض لا خلينا ننتظر خلينا نشوف، القبضه علينا قويه، صحيح كل هذا الكلام صحيح. واخوانكم في الجنوب عاذرينكم، عاذرين المحافظات الغربيه والوسطى والشماليه عارفين كما هم لن يستطيعوا معاونتهم في 2013 بسبب الضغط الايراني والامريكي والتونسياوي، الضغط الموجود على المحافظات المنكوبه. ولكن على الرغم من كل هذا الضغط اكو ناس ما تعرف المعادلات، ما توازن، ما تقرا التاريخ هكذا، تريد فقط من يفك عنا هذا الحصار، هذا الضيم، هذا الذل. فنعتقد بان الحساسيه قد زالت. ينبغي الان لنا جميعا، وما شاء الله جميعكم يعني تمثلون هذه المحافظات الست المنكوبه، الرساله لابد تصل، لابد يطلع صوت، لابد تطلع اصوات. نعم الان ينتهزون كثير من اخواننا في شفنا قبل يومين، ينتهزون فرصه فوز الفريق العراقي من اجل الخروج بحجة الاعتبار بالفوز للتظاهر وتأييد إخوانهم في بغداد وفي المحافظات الأخرى. نحتاج أن نزيد نسبة هذا التعاطف، لأنه إذا مضت الأمور في الناصرية وغيرها على هذا المنوال وتم الإجهاز على الثورة سنندم ساعتها على عدم القيام بالواجب كما ينبغي. وهنا ملاحظة، الاتفاقية الأمريكية كما الاتفاقية بريطانيا مع الأردن أتاحت للأمريكان الآن أن يأتوا للعراق جهنات الرئيس الأمريكي، جاء رئيس هيئة الأركان المشتركة. ماذا فعلوا في العراق؟ مكيفين بعض الناس أنه بس خابروا عادل عبد المهدي،
وراحوا التقوا مع الساسة اللي كانت في أربيل. هذا مجرد إجراء تأديبي، الدول تتبع هذه الإجراءات، ولكن أكو اتفاقيات ثانية. مثلاً انتقدوا الأوضاع في إيران، ولكن قالوا إحنا حريصين على وحدة إيران وعدم انهيار النظام السياسي. وشفت الآن أجهرت المظاهرات في إيران. لماذا؟ لأن أمريكا ما كانت تريد هذه المظاهرات أن تستمر، لأنها ستقوي الحالة في العراق كما أن الحالة في العراق قوت حالة الثائرين في إيران. فإذا جه المسؤول السياسي الأول الأمريكي، وجه المسؤول العسكري الأول الأمريكي لإقرار بنود الاتفاقية، اتفاقية الإدعام وإعطاء الضوء الأخضر لعادل عبد المهدي ومن معه بالإجهاز على الثورة، ولكن بالطريقة الهادئة التي لا تثير العالم، والتي تضمن فرض شروط أمريكية لتصحيح كما يقولون مسار العملية السياسية لصالح الأمريكي في مقابل الإيراني مو لصالح العراقيين. فإذا هناك اتفاق روسي إيراني حكومي سوري أمريكي على ما يجري، والدول العربية وأقول بكل أسف وبكل مرارة وتركيا كذلك، أما الجامعة العربية فلا تتحدث عنها. الكل لا يريد لهذا النظام السياسي أن يتغير لحسابات مصلحية خاصة محصورة بكل دولة بكل إقليم بكل قوة فاعلة. إذا المعول على من؟ المعول على الشعب. فلنجعل من هذا ما حدث اليوم في الناصرية منطلق لتعزيز هذه الثورة. نعم هذا الكلام قد يترتب عليه أشياء معينة، قد يسبب إحراج ما لنا ولآخرين، ولكن ينبغي لنا في هذه اللحظة أن نقول كلمة الحق. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا.